طيب لو حبينا بقى دلوقتي ننفذ البرنامج للمسائل دي كلها من العدة المميزة، طبعا أنا في البداية لازم أحدد مين الخطوط الخارجية اللي هترد عليها الفيزا أو هيشتغل معاها نظام الفيزا في خطوات اللي هي 414 في الدي و15 في النايت و16 في اللانش. وبعدين بخش خطوة 500، بختار نظام الفيزا بتاعي ان هو بقى ويز اوتوميتد اتندنت ويز اي اي. ويز اي اي دي معناها ان انا هختصر طلب في ديجيت واحد، صفر اطلب كذا واحد كذا، يبقى عندي منيو من 10 ديجيت مستخدم. لو زودت اي اي هي اللي احنا شرحناها في الجزء بتاع الفيزا، لما حبينا اتكلمنا على كول سنتر فيزا عادية خالص، يسمع رسالة للمبيعات اطلب 101، للحسابات اطلب 103، للخزنة اطلب 105، لكذا اطلب كذا وهكذا، وهيطلب الرقم الداخلي وما عندوش اختيارات غير ان هو لو عارف ارقام داخلية تانية يروحها وهكذا. المهم ان هي برقم اكستنشن بتلاتة ديجيت او اربعة ديجيت او تو ديجيت حسب نوع السنترال. يبقى انا في خطوة 500 لما اخترت اوتوميت اتندنت، فانا اخترت ان انا استخدم 1 ديجيت للطلب. طيب انا هاجي على رقم 500، خطوة البرنامج رقم 500، واختار ان انا السيستم بتاعي يبقى ويز اي اي، يعني ويز اوتوميت اتندنت، يعني انا هستخدم المنيو من 0 ل 9 للطلب. دي اول خطوة في البرنامج. تاني خطوة ان انا ادخل على خطوة 501 اللي هي ليزا بيلت ان، وهيسألني عن الاوتوماتيد اتندنت نمبر او الاوتوماتيك اتندنت نمبر من 0 ل 9. هختار نيكست، هيجيب لي هو اوتوماتيك يبتدي يجيبهولي من 0 ل 9، لكن لو انا عايز اروح على رقم معين فانا مجرد ما هلاقي ايه نمبر هدوس هكتب الرقم اللي انا عايز احضره الاختيار بتاعي. هيبتدي يجيب لي بعد ما هعمل نيكست 501 هيجيب لي 0 نوت ستورد. انا هعمل سيلكت لحد ما يطلع لي جاك رقم كذا، هحط 01 ستور. ده يعني معناه ان 0 هتؤدي الى جاك 101 اللي هو الاوبريتور، اللي هو جاك 01 اللي هو 101 الاوبريتور. في رقم واحد هختار بدل جاك او جروب هختار انها تبقى 3 ليفل اي اي، يعني هختار ان انا هبقى اخش لمرحله تانية بهذا الرقم اللي هو رقم واحد لما اخزنه هنا في خطوة 501 انه يبقى 3 ليفل اي اي. طبعا ده الوحيد اللي هيبقى 3 ليفل اي اي، زي ما احنا شايفين ان 2 هتديني الاكستنشن جروب، فهجيب تيجي 2 فهسلكت من جاك لجروب وهكتب جروب 7 وهكذا لباقي ستيبس عشان احقق الخمس اختيارات اللي عندي. طيب طالما انا في 501 اخترت ان رقم واحد يبقى 3 ليفل اي اي، فده يعني ان انا ممكن افتح الخطوة رقم 541. 541 ليه؟ لان دي ريليتد لرقم واحد، فهي 541 هيكتب لي على طول ليزا 3 ليفل اي اي 1 للرقم واحد اللي هو ده رقم واحد. لو انا ما عملتش دي هنا 3 ليفل اي اي مش هقدر افتح 541، وممكن اي حد يجرب. يعني انا مثلا 540 هي ريليتد 3 ليفل اوتوميتد اتندنت للرقم ده، فانا عامله اكستنشن وخلص الموضوع خلاص وعامله الاوبريتور، فمش هقدر افتح 540 ولا 542 ولا اي حاجه الا لما اختار الاول ان الرقم ده يؤدي الى 3 ليفل اوتوميتد اتندنت، فهقدر افتح الخطوه دي وهخش هلاقي قدامي ديزا 3 ليفل اي اي، وهيسألني عن 2 ليفل اي اي نمبر. طيب ف هكتب واحد هيكتب لي اي اي 1، هتحرك بالسهم للاريا دي واختار نجمة، واتحرك بالسهم للاريا دي واختار انها جروب 5. ده يعني ان اول حاجة في الاختيارات التابعة لواحد
تابعة لرقم واحد اللي أنا اخترته برسالة، ولو رحت أكملها في الخطوة 541 لأن دي واحد يبقى لازم 5 4 1، لو كانت 3 تبقى 5 4 3، لو كانت 5 يبقى 5 4 5. واخترت الرقم اللي أنا عايزه اللي هو واحد لما هو سألني على الـ AA number، واخترت ستار، واخترت إنها تبقى جروب 5. فده يعني إن رقم واحد بعد المتصل برقم واحد ما سمع رسالة لو طلب واحد، يعني طلب مبيعات القاهرة، فهو وصل للديستنيشن بتاعه، فكانت مبيعات القاهرة مكونة من مرحلتين، ليفل واحد وليفل اتنين، وخلصت هنا. طيب انا بالنسبة لي بعد كده الارقام 2 و3 هيودوني لمرحلة تانية. طيب ارقام 2 و3 اللي هما داخل واحد، اللي داخل 541، الصفر ما استخدمتوش، الواحد وديته على الاكستنشن جروب. عايز دلوقتي اقول ان 2 هي الليفل التالت وفيها رسالة. في خطوة برضو 541 انا في الخطوة 541 عشان اكمل برنامج المبيعات اللي هو رايح لليفل 3، فانا في 5 4 1 اللي هي دي 3 ليفل AA، هختار 2 ليفل AA نمبر رقم 2 عشان اعمل مبيعات السعودية وبرمجها. فبروح بعد ما بيفتح AA2 بروح على الاريا اللي في النص وبختار نجمة، وبعدين الاريا اللي بعدها بالسهم اليمين وبختار انها 3 ليفل AA، وبعمل ستور ونكست. بيبتدي يفتح لي التسع اختيارات اللي جوه اللي تحت رقم 2 في 541 اللي هي ريليتد الاختيار بتاعنا اللي هو رقم 1 بتاع المبيعات. ففي 0 انا مش مستخدمها، في 1 اللي هي اي 2 ديجيت 1 هحط جاك 06 اللي هي تبقى 106، وفي 2 هحط جاك 107 وهكذا. هخش تاني على الخطوة 541 وهختار رقم 3 وهتحرك بنفس الطريقة اللي عملتها هنا للاريا هنا، واتأكد انها ستار او نجمة، وهتحرك على الاريا التالتة للسهم اليمين واختار ناس دي ليفل اوتوماتيد اتندنت، وهعمل ستور، وبعدين السبيكر اللي هو نيكست هيبتدي يفتح لي الليفل التالت من 0 ل 9، فهختار قدام كل ديجيت اللي انا عايز اعمله. لو مش عايز بعمل نيكست على طول، لو عايز بقف عنده وبسلكت الجاك او الجروب اللي انا عايزها وبحط رقم الجاك او رقم الجروب وبعمل ستور، وبعدين نيكست يوديني للاختيار اللي بعده، بعمل نفس السلكشنز لو انا عايز او مش عايز بسيبها، وبعدين بعمل ستور ونكست لو انا غيرت المعلومة، او نكست بس لو عايز اللي بعدها، وهكذا. كده هبقى انا عملت برنامج من العدة المميزة الاوبريتور كبيتي بروجرامينج لكل برنامج اللي احنا اتكلمنا عنه في الكول سنتر النهاردة. الرسائل اللي هي بتتسجل ريليتد لكل مرحلة، انا عندي 4 رسائل. الرسائل دي سجلت في السيستم في البداية من عدة الأوبريتور ب911 لو كانت رسالة رقم 1، أو 912 لو كانت رسالة رقم 2، وهكذا. بالنسبة للرسائل المرتبطة بكل ليفل لليفل 2 أو ليفل 3، الرسائل المرتبطة بليفل 2 هي الكود بيبدأ ب93، فمن عدة الأوبريتور بدوس على بروجرام وبكتب 93، فبيسألني على الرقم الرسالة اللي أنا عايز، أو رقم الـ AA المرتبطة بيه الـ Automated Attendant المرتبطة بيه الرسالة، فبنحط الرقم وبنحط جنبه نجمة. فلو أنا في الحالة بتاعتنا أنا بسجل هنا للمبيعات، فيبقى 9 3 1 ونجمة، ولو أنا عايز أسجل هنا هتبقى 9 3 2 نجمة. والان انا عايز في الرسم او في الدياجرام ده انا عايز يبقى رقم 5 هو اللي هيوديني للسكند ليفل،
فما دام رقم 5 يبقى تسجيل الرسالة المتعلقة به هي 9 3 و5 ونجمة، ورقم 9 طبعا هيبقى 9 3 و9 ونجمة لأن دي رقم 9. بالنسبة للرسائل المرتبطة بالمرحلة دي، الرسائل المرتبطة بالمرحلة دي هتتسجل كده. احنا قلنا ان تسجيل من ليفل لليفل بيبدأ طبعا بالكود 9 3. بالنسبة لليفل 2 فالرقم الـ AA number وبعديه نجمة، فقلنا هنا 930 نجمة، 931، 937 نجمة، 939. بالنسبة للجزء ده هو 9 3 برضه، بس أنا بداية لازم أحط الرقم اللي جاي منه الرقم ده أصلا، الرقم ده جاي عن طريق رقم 5، عن طريق أوتوميتد أتندنت رقم 5 وهو رقم 7، يبقى لازم أحط 5 في البداية و7. فبالنسبة للرسالة المتعلقة برقم 5 هنا، لو عايز أحط أي رسالة تابعة لأي رقم هنا زي ما عملنا في المبيعات بتاعت السعودية، فأنا هحط 9 3 في الأول، والرقم الأساسي والرقم اللي أنا عايز أسجل عشان. فأنا كان بالنسبة لنا في المثال بتاعنا لمبيعات السعودية اطلب 1، لمبيعات القاهرة 1، لمبيعات السعودية 2، لمبيعات الإمارات 3. فأنا عشان أسجل الرسالة بتاعت مبيعات السعودية لازم كنت أحط 9 3، وكانت أصلا هي جايالي من 1، يبقى 9 3 1 2 للسعودية. بالنسبة للإمارات 9 3 ثابتة والواحد ثابتة، لكن الإمارات كانت في 3، يبقى 9 3 1 اللي هو المبيعات تضغط 1 و3 عشان الإمارات، ف9 3 1 3 لرسالة السعودية، و9 3 1 2 9 3 1 2 للسعودية، و9 3 1 3 للإمارات. فيبقى 9 3 والرقم الأساسي بتاع الأوتوماتيك أتندنت اللي وداني هنا، اللي أنا عايز أسجل الرقم المرادف ليه اللي هو جواه وأحط له رسالة. ففي المثال اللي إحنا كاتبينه ده هتبقى 9 3 ثابتة، الرقم الأساسي اللي وداني على الليفل ده هو رقم 5، وأنا عايز أسجل حاجة مرتبطة ب7، يبقى 5 7. كان في المثال بتاعنا 1 و2 للسعودية و1 و3 للإمارات، يبقى 9 3 1 2 للسعودية، 9 3 1 3 للإمارات، ولو كان في دولة بعدها هيبقى 9 3 1 4، 9 3 1 5، لأن كل دول ريليتد برقم للرقم 1 بالنسبة لي في المثال بتاعي. لكن في الرسم اللي قدامنا الإكزامبل معمول على رقم 5، فيبقى الرسالة الرقم اللي هنا قبليه لازم يبقى رقم 5، يبقى عشان أسجل ده يبقى 9 3 5 0 5 1 5 2، 9 3 5 2، 9 3 5 3، 9 3 5 8، 9 3 5 9، لأن كلهم مبنيين على رقم 5. ده اللي كنا عايزين نقوله في تسجيل الأرقام، تسجيل الرسائل المرتبطة بالأرقام عشان أروح على second level في الاوتوماتيك اتندنت. الشكل العام بتاع تنفيذ الكول سنتر اللي احنا بنتكلم عنه، ادي ليفل 1، ادي ليفل 2، ادي ليفل 3. ليفل 1 0 للمساعدة، 1 للمبيعات، 2 كانت اعتقد للدعم الفني، 3 كانت للشحن، 4 كانت للحسابات، و5 كانت للصيانة. فادي الليفل الاولاني، والوحيد اللي وداني فيهم لليفل 2 هو رقم 1، فدخل بي على ليفل 2. فرقم 1 دخلني على ليفل 2 ب9 اختيارات، 0 1 2 لحد 9. انا اخترت رقم 1 منهم، وداني على الاكستنشن جروب لمبيعات القاهرة،
اخترت ان رقم 2 يوديني على رسالة او يوديني على الليفل الثالث برسالة، ففتح لي 9 اختيارات تحتيه، اخترت منهم 4 وعملت لهم برنامج. وبالنسبة لرقم 3 برضو اخترت ان هو يوديني على ليفل 3، فادي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 بالنسبة لنا.